خلونا ناخد معانا صديقي وزميلي العزيز شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. ازيك يا شادي؟ اهلا اهلا بك يا يوسف، عامل ايه يا شادي؟ اخبارك ايه؟ وانطلق ماراثون الثانوية العامة، وكما يصوره الآباء والأمهات إنه بعبع الثانوية العامة، في حين إن الدنيا أنا أظن والله يا شادي، ودي مش مجاملة يعني، الدنيا يعني حاجة زي السكينة في الحلاوة، مفيش حاجة يعني. ولا إيه؟ الحقيقة يا يوسف النهارده يعني الحمد لله اليوم يعني مر بهدوء، والأجواء الحمد لله كانت جيدة جدا، مفيش أي شكاوى تذكر وردت للوزارة بخصوص اي حاجه تعرقل انتظام سير الامتحانات الحمد لله. الدكتور رضا حجازي كان حريص كمان على الحضور من الصباح الباكر في غرفه التعاملات المركزيه لمتابعه انتظام سير الامتحانات في مختلف المحافظات ومختلف اللجان. طبعا يعني كان عندنا الصبح رصدنا يعني تداول بصفحه خاصه يعني او يتم ادعاء ان هي خاصه بامتحان التربيه الدينيه، وعلى الفور اصدرنا بيان على طول بان الورقه الخاصه بالامتحان دي متعلقه بامتحان العام الماضي مش العام الحالي. على المستوى العام بقى في اطار تاني يعني طبعا تم رصد حاله غش الكتروني في احد اللجان، وطبعا يعني الحاله دي يعني كانت متعلقه بمحاوله لاستخدام الهاتف المحمول يعني لتصوير سؤال في الامتحان، وتم ضبطها على الفور. وعايزة يعني اكشف لك عن مفاجأة يا يوسف، اي ورقة او اسئلة يتم تصويرها في ورقة الامتحان، الوزارة اصبح لديها من الاليات اللي تقدر توصل في خلال دقائق معدودة لمن قام بتصوير الامتحان ده او صور الورقة. استنى بقى، قولي ازاي دي يعني على يعني على قد ما هفهم يعني، انا عارف انه ممكن يكون فيها شيء، بس ازاي يعني لو انا يوسف دخلت الامتحان؟ في عدد من الاجراءات المستحدثه اللي قامت بيها الوزاره خلال العام الحالي في الامتحانات يعني يتم من خلالها التعرف على اي ورقه ممكن يتم مثلا تصويرها او سؤال يتم تصويره من الاسئله بتاعت الامتحانات، يتم الوصول لمن قام بتصوير الورقه دي داخل اللجنه على الفور، بقول لك خلال دقائق معدوده. ده ايه عليها كيو ار كود ولا ايه؟ يعني ده آلية من الآليات. حلوة دي والله العظيم، حلوة دي. وكمان برضو يعني عايز أقول لك إن النهاردة برضو كان طبعا يعني هو النهاردة كان حصيلة يمكن الحاجات اللي تم رصدها هي ثلاث حالات بس غش إلكتروني، محاولة تصوير سؤال أو حاجة في الامتحان. من ناحية تانية بقى يعني تم استبعاد 2 من المحافظين للجنة في سوهاج يعني حاولوا يسهلوا عملية الغش في اللجنة، وعلى الفور يعني تم استبعادهم وبعد رصدهم من خلال كاميرات المراقبة، والدكتور رضا حجازي وجه على الفور باستدعائهم للوزارة للتحقيق في شؤون القانونية. طبعا طبعا طبعا، وأنا متأكد أن يتم اتخاذ معهم الإجراء اللازم يعني وبمنتهى الحزم. طب أنا هفكر يا شادي في حاجة بقى، بما أنه عملتوا آلية تخلينا نعرف مين اللي صور الورقه وفي انهي لجنه، وبعدين هي مش الورقه بتاعت الامتحان الجديده دي كرست الاسئله هي كرست الاجابه؟ كرست الاسئله؟ لا، هي بابل شيت. بابل شيت سؤال وتحتيل اختيار المتعدد. الحته اللي انت هتجاوب فيها يعني هي نفس الورقه المضافه للمجموعه. كويس، اصل بيبقى في طريقه كده في الطباعه تخليك لما تصور تطلع لك اسود، يعني بيبقى في ورق بيطبع بطريقه معينه، مش عارف ده بيبقى في الحبر ولا في خامه الورق نفسها، بس انا اظنها في الحبر، بتعمل ريفلكشن معين فتخلي انه على طول تطلع لك الورقه في الصوره اللي انت صورتها اسود. طبعا احنا مش هنعمل ده السنه دي، ان استطعنا بقى يعني خليك فاكرني السنه الجايه في الاقتراح ده. يعني بس خليني اكد يا يوسف يعني طبعا من خلالك طبعا ان يعني الاجراءات اللي تم اتخاذها خلال العام الحالي يعني اجراءات لا غير مسبوقه ومكثفه ومشدده للغايه، ابتداء حتى من عمليه التفتيش لعدم دخول الطلاب اللجان بالهواتف المحموله او اي اجهزه الكترونيه. الحقيقه النهارده اليوم شاهد انتظام في بخصوص الخطوه دي وتحديدا الاجراء ده رائع. كمان الاجراءات الخاصه حتى المتعلقه بانتظام سير الامتحانات بشكل عام، ومراجعه الصيانه الشامله للجان
ورد اي شكاوى متعلقه ببعض اللجان، لو فيها مثلا تعطل مراوح او حاجه بيتم على طول استقبال الشكوى والتعامل معها على الفور. يعني باذن الله ان شاء الله يعني يا استاذ حلوه اللقطه دي يشهد بصراحه. امتحانات تحقق يعني باذن الله مبدا العداله وتكافؤ الفرص وتوفير كل سبل الراحه للطلاب ان شاء الله. اللقطه اللي انت قلتها دي حلوه، يعني لو انا في لجنه والمروحه اللي في اللجنه عطلت، مراقب اللجنه بيبلغ يا جماعه المروحه عطلانه، صح؟ غرفه العمليه بتستقبل على طول الشكاوى وبيتم التعامل معها على الفور فورا. يعني غرفه العمليات المركزيه على تواصل مع كافه اللجان على مستوى محافظات مصر كلها، وبالتالي اي شكوى ابتدت بيتم التعامل معها في ظرف دقائق. والله العظيم برافو، اشكرك يا شادي جدا 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 جدا، وتحياتي ليك، كل الشكر للزميل والصديق الاستاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم.